انطلاقة، إذن انطلاقة الشوط الرابع، انطلاقة شوط الجول سبرنت برعاية عزيزي للتطوير العقاري. مسافة السرعة، مسافة السكس فورلونج أو 1200 متر هنا في سباق مخصص لعمر الثلاث سنوات فما فوق بمشاركة 12 خيل من الخيول المؤجلة الأصيلة هنا في سباق من الفئة الأولى. بونتس في الصدارة مع أنطونيو فريزو، المركز الثاني فروست أت داون مع مايكل برزلونا، في المركز الثالث لدينا كاليفورنيا سبانجل مع برينتون عبد الله، وفي المركز الرابع هناك أيضا تواجد قوي بالنسبة لديليجن هاري وريتشارد كينج سكوت. انطلاقة قوية جدا ولا زالت عملية السرعة حاضرة. بونتس في المركز الأول مع أنطونيو فريزو، لكن أيضا هناك أيضا سبانجل، كاليفورنيا سبانجل يحاول مع برينتون عبد الله أن ينتزع الصدارة، بالفعل انتزع الآن. يا سلام على هذه الصدارة الكبيرة. ديليجن هاري أيضا يتقدم بكل قوة، هناك ستار أوف ميسري يحاول أن يشارك في المنافسة، لكن لا زالت الأمور انطلاقة من جانب كاليفورنيا سبانجل، بستار أوف ميسري تحاول هي الأخرى، إثارة كبيرة، كاليفورنيا سبانجل هو بطل الجوز سبرنت. يا سلام على هذه النهاية، نهاية قوية جدا، ذهبت الأمور إلى منغوليا. إذن الثانية إلى ورثة الراحل هوار ثيانغ يامشينغ والمدرب أنتوني داكروز، برينتون عبد الله الفارس على ظهر كاليفورنيا سبانجل ينتصر بلقب هذا الشوط. حاولت ستار اوف ماينستري مع فرانكي ديتوري، لكن ذهب الانتصار إلى كاليفورنيا سبانجل بكل جدارة. كاليفورنيا سبانجل هو بطل الجوز سبرنت.